أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها استشهاد 16 من قوات الأمن، بينهم 11 ضابطا وأربعة مجندين ورقيب شرطة في حادث الواحات الإرهابية. وأضافت الداخلية أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 13 ضابطا ومجند، فيما لا يزال البحث جاريا عن أحد الضباط. هذا وأوضحت الداخلية أن القوات الأمنية تمكنت خلال مداهمات من قتل وإصابة 15 إرهابيا، ولا تزال عمليات البحث والتمشيط جارية لضبط الإرهابيين. وأهبت وزارة الداخلية بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، بحيث لا يؤثر ذلك سلبا على سير العمليات.